السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنشرح النهاردة مع بعض شيت 3، هو اخر شيت في مادة الرينيوبل. وبكده يكون المادة خلصت. شيت 3 بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الويند تيربن، ازاي تحسب الويند انرجي اللي طالعة من التيربن اللي عندك ديت. فاحنا مينلي في المسائل بيبقى عندنا نوعين، فاحنا عايزين نعرف ايه هي انواع الويند تيربن. انواع الويند تيربن ديت عندي نوعين اساسيين، اللي هو الهوريزونتال اكسس ويند تيربنز والفيرتيكال اكسس ويند تيربنز. دول تعرفهم وتعرف الانواع بتاعت كل واحده فيهم، او على الاقل الاسماء اللي انا كاتبها ديت، بحيث ان هو في المسائل يا اما بيقول لك هوريزونتال او فيرتيكال، يا اما بيجيب اسم النوع. يعني مثلا يقول لك في مساله 3 بليدد تيربن، فتبقى انت عارف ان 3 بليدد تيربن دي هوريزونتال، او داريس تيربن يبقى انت عارف ان داريس تيربن ديت ايه، الفيرتيكال. فهي مين اللي اكتر حاجه مشهوره في الفيرتيكال؟ الداريس دي. الدرس دي تعرف ان ديت ايه، تبع الفيرتيكال. وكذلك في الهوريزونتال تعرف ان تبقى عارف ان اي حاجه فيها البليدد، اللي هي 3 بليدد او الدبل او السنجل، تبع الهوريزونتال. دول اكتر حاجه مشهوره بتيجي المسائل، لان هو مش شرط ان هو يجيب ايه بصوره مباشره ان هي دي هوريزونتال او فيرتيكال يعني. طب تمام كده، خلاص احنا عرفنا الانواع. عندي يبقى انا عندي الهوريزونتال اكسس ويند تيربن والفيرتيكال اكسس ايه، ويند تيربن. وعرفنا الانواع بتاعتهم، ان ديت الهوريزونتال اللي هي 3 بليدد، والفيرتيكال اللي هي الداريس. طيب الشغل اللي هنشتغله في الشيك كله تقريبا واحد، الحسابات كلها واحدة. ايه اللي بيفرق لي يعني ان بيفرق ده عن النوع ده؟ ايه؟ حساب الاريا بس، مش اكتر. الاريا في الهوريزونتال قانونها بقى على 4 دي سكوير، اما في الفيرتيكال اكسس ويند تيربنز هي دي عبارة عن الدي روتور في ال بريد. يعني ده تقريبا الفرق الجوهري اللي قابلنا في الحل واحنا ماشيين مع بعض. طيب تعالوا بقى نشوف بقى ازاي نحسب الباور اللي عندي، اللي طالعة من التربينة اللي عندي دي، ويند باور بوتنشال، او الباور اللي طالعه لي من الايه، من الويند تيربن دي. طيب احنا لو اعتبرنا التيربن، انا نفترض احنا هنسمي تيربن كده، هناخد عليها كنترول فوليوم ونطبق الانرجي ايكويشن، فهنلاقي ان انت الرياح جايه على التيربينه في مستوى واحد، يعني مفيش فرق في البوتنشال، مفيش فرق في الزد اللي هو الارتفاع، فالزد هيطير. لو انتوا فاكرين الانرجي ايكويشن اللي هو البريشر انرجي والكينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي، فهتلاقي ان البوتنشال واحد، وهتلاقي ان البريشر واحد، لان ده كله في الاتموسفير مش في حاجه مقفوله، فهيبقى عندك ان اللي بيأثر معايا الكينيتيك انرجي. فيبقى انا عندي استنتجت كده ان انا عندي الباور اللي انا هتطلع من التربينه هي عباره عن نص ام دوت في الفي سكوير، عباره عن كينيتيك انرجي. وده اللوجيك، ان الرياح جايه فهتطلع لي كينيتيك انرجي تحولها لايه، لالكتريكال باور. يبقى انا عندي الباور اللي جايه للتربينه قانونها نص ام دوت في الفي سكوير. طيب الام دوت ديت اللي هي الايه، الماس فلو ريت. تعال نشوف الاول الرموز ديت معناها ايه. الدبليو دوت افيلابل دي اللي هي الافيلابل ويند باور، تمام. الفي اللي هي الويند فيلوسيتي، الرو اللي هي الدنسيتي اوف الاير، والاي اللي هي الكابتشر اريا اوف الويند. طيب الام دوت ديت اللي هي ايه، الام دوت اللي هي الرو في الايه في الاريا، الدنسيتي في الاريا في الفيلوسيتي. لو خدنا الام دوت وقعدنا بقى هنا، يطلع القانون اللي انا بشتغل بيه عندي عشان اجيب الباور بتاع الويند تيربن، اللي هو يطلع نص رو ايه في تكعيب. زي ما قلنا الدبليو دوت افيلابل ديت اللي هي الافيلابل ويند باور، والفي اللي هي الويند فيلوسيتي، والرول دينستي اوف الاير، والاي اللي هي الايه كابتشر اريا اوف الويند، المساحه اللي مؤثره اللي الويند بتاثر بيها. طيب دلوقتي احنا لو بصينا للمعادله دي، النص ده رقم معايا. طيب الاريا لسه قايلنا فوق، لو هوريزونتال اكسس هحسبها بالطريقه ديت اللي هي باي على 4 دي سكوير، او لو فيرتيكال باللي هي دي روتور في الايه، في ال بليد. وطبعا ايه، انا مش محتاج احفظ ان دي تبع ايه او دي تبع ايه، سهله طبعا انت تحفظها بس مش محتاج. انت على حسب الجيفنز اللي عندك هتعرف تحدد انهي اريا هتستخدمها فيهم. تمام كده. طيب والفي اللي هي الايه، الويند فيلوسيتي. يبقى عندي الرو. الرو ديت ليها كذا طريقه، ممكن يديها لي جيفن، وممكن ايه ما يديهاليش جيفن وانا اضطر احسبها. فانا عندي لها كذا طريقه. لو هو مش مديك اي جيفن داتا خالص، يعني مش مديك اي حاجه رابطه لك الرو، يعني لا مديك بريشر ولا تي ولا التيتيود ولا اي حاجه، فانا بقى اسيومها ان هي بواحد بوينت 225 كيلو جرام لكل متر ايه تكعيب. ده في حاله مش مديني اي داتا عنها خالص. طب لو هو اداني بريشر وتمبريتشر، لا بيبقى عندي قانونين، الاتنين واحد، يعني الاتنين واحد، اعوض في اي واحد فيهم. يا اما الرو بتساوي 3.483 في البي على التي زائد 273، باخد التي بالسيليزيوس والبي بالكيلو باسكال واعوض بيها اطلع الايه، الرو اللي هي الدينستي، او البي على الار في التي، والار بصفر علامه 287، والقانونين واحد. يعني انت لو
لو حطيت الار ديت بصفر اتنين علامة تمانية سبعة، هتلاقي ان واحد على الرقم ده، واحد على الرقم ده هيطلع باللي هو ايه، 3.483، والتي اللي تحت هنا دي بالكلفن اللي هي اصلها تي سيريزا زائد 273. فالقانونين دول هم واحد، اشتغلت بده او اشتغلت بده. بس نلاحظ ان اللي تحت ده البي بالكيلو باسكال والتي هنا بالكلفن، اما فوق هنا دي بالكيلو باسكال ودي بالسيليزيوس، عشان احنا جايبين على 273 اهو. فهم القانونين واحد، تشتغل باي قانون يعجبك فيهم يعني. طيب الطريقه كمان ساعات بيديني الالتيتيود الاتش، بعوض بقى في القانون ده. يا ريت تتاكدوا من الدكتور ايه القوانين اللي هتبقى جيفن وايه اللي مش جيفن عليكم. يعني انا مش عارف بصراحه ايه اللي هيجيلكم في الالوبل اكويشن، فمش عارف هو بلغكم بحاجه زي كده ولا لا. بس هو المفروض مثلا قانون زي ده هيبقى جيفن، مش هيبقى محفوظ، فيا ريت تتاكدوا منه عشان تبقوا برضه عاملين حسابكم في حاجه زي كده. فلو هو مديني الالتيتيود، بعوض في القانون ده، بجيب الرو بتساوي الرو نود في الاكسبوننشال للقوس ده كله، سالب 0.297 في الالتيتيود مقسومه على 3048. طيب ايه هي الرو نود؟ الرو نود ديت اللي هي الدنستي عند السي ليفل، هتلاقيها بالرقم اللي احنا كنا مقسمينه فوق اللي هو 1.225 كيلو جرام على المتر تكعيب. تمام. يبقى انا دلوقتي لو عايز احسب الويند بوتنشال، القانون بتاعها نص رو اي في تكعيب، الفي اللي هي الويند فيلوستي بيديها لي عادي، الاريا بحسبها يا اما عن طريق الباي على 4 دي سكوير، يا اما عن طريق الدي روتور في الالي بليت، والدنسيتي طريقه من الثلاث طرق دول، يا اما بقسمها لو ما فيش جيفن داتا عنها، اما لو مديني البي والتي بعوض في القانون ده. تمام. يا اما لو مديني الالتيتيود بعوض في القانون ده. والرونود عندي بواحد علامه 2.25 كيلو جرام لكل متر تكعيب. طيب عندي بقى حاجه اسمها الويند شير. ايه الويند شير ديت؟ اللي هو انا عايز احسب فيلوستي عند هايت معينه. يعني انا دلوقتي عندي الفيلوستي واحد ديت عند الهايت اتش، يعني هو قال لي عند الارتفاع مثلا 8 متر الفيلوستي عندك مثلا ب 10 متر على الثانيه مثلا. فهو بيقول لي بقى طب لو انا عند الاتش 2 اللي هو مثلا ب 12 متر، اجيب الفي 2 بكام؟ فده قانون تحسب منه السرعه السكند فيلوستي بمعلوميه ريفرنس فيلوستي عندك او سرعه اولى، وايه والارتفاعات دي. فعندك الفي 2 زي ما احنا، الفي 1 زي ما احنا قلنا اللي هي الايه، الريفرنس ويند فيلوسيتي دي مديها لي، اللي هو مديها لي نقطه في المساله. والفي 2 دي اللي هو طالبها السبيد عند الهايت اتش 2، ومديني الارتفاعين، والان ده اللي هو الجراوند سيرفيس فريكشن كوفيشنت، بيدوا لي برده جيفن في المساله. بعوض في ده بجيب الايه، الفيلوسيتي عند الاتش 2. تمام. طب دلوقتي بقى لو انا عايز احسب كفاءه التربينه دي، ما اكيد الباور اللي هي بتاخده من الرياح الكينيتيك انرجي ده ما بيتحولش كله للالكتريكال، اكيد في لوسز والكلام ده كله، فيظهر عندي مع يظهر عندي كونسبت الكفاءه. الكفاءه اللي هو المستفاد، يعني الاوتبوت على الانبوت. الاوتبوت اللي انا باخده من الاوتبوت اللي انا باخده من التربينات ايه، الالكتريكال، الباور الكتريكال، والانبوت اللي هو بيجي لي اللي هو الكينيتيك انرجي اللي احنا لسه قايلينه فوق. يبقى انا عندي الكفاءه بتاعت الويند تيربن هتطلع الورك دوت الكتريكال على الورك دوت افيلابل، واحنا لسه قايلين الورك دوت افيلابل ده اللي هو نص رو اي في تكعيب. يبقى انا اقدر كده اقول ان الورك دوت الكتريكال بيساوي الكفاءه في نص رو اي في تكعيب. احيانا بيبقى القانون ده هو ده يحول لك الورك الكتريكال يسميه الباور اوتبوت او الالكتريكال باور، والافشنسي بتاعت الورك تيربن بيسميها السي بي اللي هي كوفيشنت اوف بيرفورمانس، معامل الاداء بتاع التربين. فهو ده هو ده نفس القانون. طيب بعد ما احسب الباور او الورك الكتريكال ده اللي هو الباور، ساعات مثلا بحتاج التورك، ده قانون التورك، التورك بيساوي الباور على الاوميجا. الباور انا عندي قانون بتاعه اهوت، والاوميجا عندي احسب التورك عادي خالص. فدي كده دي القوانين اللي انا بستخدمها في حساب الافشنسي بتاعت الويند تيربين. طيب عندي حاجه اسمها البيتز ليميت. البيتز ليميت ده ايه هو؟ بيقول لي البيتز ليميت ده الكونديشن اللي انا بحقق عندها ماكسيمم افشنسي اقدر اوصل لها، يعني ما اقدرش اعدي الليميت ده، دي كده انا وصلت لاعلى كفاءه. الكونديشنز بتاعته ايه؟ ان الفي واحد بتساوي تلت في اتنين، ودي بتطلع لي اعلى كفاءه اللي هو السي بي ماكسيمم او الاي تي ماكسيمم اللي هي ب 0.5926 اللي هي 59.26%. يعني في بعض المسائل كده بيقول لك ان عندي البيتس ليميت، يبقى هو اداك الايتا، يعني هو كده اداك الايتا بشكل مباشر ان هي 59.26%، واداك الفي واحد والفي اتنين علاقه بينهم، لو معاك واحده تقدر تجيب الايه التانية، معاك في واحد مثلا تجيب في اتنين بتساوي تلاته في واحد عن طريق القانون ده. يعني القانون ده تقدر تجيب في اتنين بمعلومية في واحد عن طريق استخدام الايتا.
تمام كده، يبقى البيدز ليميت دي كونديشن بيحقق لي عندها الماكسيمم افشنسي. عندي بعد كده علاقة اللي هي الايه، تيبس سبيد ريشيو، اللي هي تي اس ار، تيبس سبيد ريشيو بتساوي الاوميجا في الار روتور على الفيلوسيتي. تمام، العلاقة دي بستخدمها، يعني انا بقسم الاوميجا في الار، الاوميجا في الار مقسومة على الفيلوسيتي عشان تحدد لي التيب سبيد ريشيو. التيب سبيد ريشيو ديت هي ريشيو بنزل بقى بيها على الكورليشن ديت، الكورليشنز ديت بستخدمها في حساب الايتا. يعني انا لو التيب سبيد ريشيو طلعت اقل من 1.75 هاخد العلاقة دي احسب بيها الايتا ورك تيربن، لو طلعت في الرينج ده هاخد العلاقة دي، لو طلعت في الرينج ده هاخد العلاقة دي. فالتيب سبيد ريشيو ديت هي ريشيو بحسبها، ومن خلالها بقدر اختار العلاقة بتاعت الايتا ديت اللي انا بحسبها. طبعا العلاقات ديت بتاعت الايتا دي كلها موجودة في الالابل ايكويشن ديت، انا واثق منها، دي هتبقى جيفن معاك، فبس اتأكدوا بس من باقي القوانين انها تبقى جيفن معاكوا، ايه اللي عليك حفظ وايه اللي مش عليك حفظ، بس الالابل ايكويشن بتاعت الايتا ديت حساباتها ديت دي جيفن معاك طبعا. تمام، يبقى انا بحسب التيب سبيد ريشيو ومن خلالها بحدد انهي قانون في الايتا هشتغل بيه. طيب في عندي بقى التيب فيلوسيتي، التيب فيلوسيتي دي بتساوي الاوميجا في الار اللي هي الباست، يعني هي التيب سبيد ريشيو عباره عن التيب فيلوسيتي على الويند فيلوسيتي. تمام، فالتيب فيلوسيتي هي الاوميجا في الار، والاوميجا طبعا زي ما احنا عارفين 2 باي ان على 60 لو هي راد بير سكند، او 2 باي ان اللي هي لو ايه، لو راد بير مينت. طيب دلوقتي بقى عايز ازاي احسب الاوميجا دي بقى، يعني الاوميجا دي اللي هي راشونال سبيد، ساعات ما بيبقاش مديها لي جيفن، يعني ساعات الاوميجا ديت ما بيبقاش مديها لي جيفن، او مش مديني الان، فانا مش عارف احسب الاوميجا. فازاي بقى احسب الاوميجا؟ من خلال العلاقه دي، الايتا دبليو تيربن في نص رو اي في تكعيب بتساوي نص اي شافت في الاوميجا تكعيب. من خلال العلاقه دي بيبقى معايا الايتا ورك تيربن والرو والاي والفي تكعيب. ايه هو الاي شافت ده بقى؟ الاي شافت قانون بيقول لي الان بي في الرو بي في ال بي في الدبليو بي في التي بي في ال بي سكوير على 3. ايه الرموز ديت؟ ال ان بي ديت نمبر اوف بليد، لو فاكرين زي ما قلت لكم في انواع التيربينه فوق كنا بنقول ايه، 3 بليدد ويند تيربين، دبل بليدد ويند تيربين، سنجل بليدد ويند تيربين. فمثلا لو قال لي 3 بليدد ويند تيربين يبقى ال ان بكام؟ ان بكام؟ ب3. الرو بي الدنستي بتاعت البليد مش الهوا، يعني الرو اللي هنا ديت دي اللي هي نص رو اي في تكعيب دي بتاعت الهوا، اما الرو هنا بي ده الرو بتاعت الكثافه بتاعت البليد ذات نفسه. ال ال بي اللينس بتاع البليد، ال دبليو بي الويدث بتاع البليد، ال تي بي السكنس بتاع البليد، وكذلك ال ال بي اللي هو الايه، اللينس بتاع البليد. احسب الكلام ده كله واجيب الاي شافت، ومن خلال المعادله دي اتطلع الايه، الاوميجا اللي هي الراشونال سبيد، ومنها اجيب ال ان واحسب اللي انا عايزه. تمام كده، كده احنا خلصنا ال يعني خلصنا شويه القوانين اللي كنت عايز افتحها معاكم قبل ما نخش في الشيت. هنبدا بقى نحل المسائل كده مع بعض واحده واحده. طيب نبدأ بقى مع بعض كده. أول مسألة عندي بيقول لي a wind turbine with a blade diameter 50 متر، يبقى ده الدايمتر معايا، is to be installed in a location where average wind velocity 7.5 متر على الثانية، يبقى دي ال velocity. The average temperature and pressure are 23 درجة سيليزيوس و96 كيلو باسكال، يبقى دي ال temperature وال pressure. بيقول لي ايه بقى، احسب ال wind power potential، واحدة واحدة كده مع بعض بقى. يبقى هو مديني ال diameter، مديني ال velocity، مديني ال temperature، مديني ال pressure، وعايز ال workload available. ال workload available بيساوي ايه؟ نص رو اي في تكعيب معايا ال ايه؟ هو مديني ال diameter، يبقى من خلال ال diameter، ما قاليش لا horizontal ولا vertical، بس هو مش مديني غير ال diameter، يبقى انا ما قداميش حل غير ال horizontal، ال horizontal axis wind turbine. فيبقى انا عندي ال area باي على الاربعة دي سكوير، احسب ال area كده خلاص جبت ال area. ال velocity معايا فاضل ال density، ببدأ اشوف المعطيات اللي عندي، هل مديني المعطيات احسب منها الدنسيتي؟ اه مديني التمبريتشر والبريشر، يبقى فعلا اللي هي كانت العلاقه الثانيه، احسب اللي هي من الرو دي. معايا البريشر اقعد عنها بالكيلو باسكال، ومعايا التمبريتشر اقعد عنها بالسيليزيوس، في العلاقه دي تطلع الايه، الكثافه. اضرب الكلام ده كله في بعض ويطلع لي الكيلو افيلابل بالوات، اقسمه على 1000 يطلع بالكيلو وات. تقريبا كده المساله يعني سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. تعالوا نبص عليها كده في الموديل انسر والشيت الاكسل. ده السؤال الاول النظري، بعد المسألة اهيت مديني ال diameter وال velocity وال temperature وال pressure. من خلال ال diameter جبت ال area، ومن خلال ال pressure وال temperature جبت ال density،
ومن خلال الاريا والدينسيتي والفيلوسيتي عن طريق القانون اللي انا عارفه ان الورك دوت افيلابل بيساوي النص رو اي في تكعيب، قدرت اجيب الورك اللي هو عايزه اللي هو ايه 497 كيلو وات. تمام كده، دي المسألة رقم 2 موجودة اهيت في شيت الاكسل اللي نبص عليها برضو. هي دي المسألة وده القانون اللي انا استخدمته، نص رو اي في تكعيب. تمام، نخش بقى على اكزامبل رقم 3. عندي اكزامبل رقم 3 بيقول لي ايه، the power potential of a wind turbine at a wind speed 5 متر على الثانية. يبقى ديت بالويند سبيد 5 متر على الثانية is 50 كيلو وات. يبقى مديني الفيلوسيتي والفيلوسيتي والويند اللي بتطلع والباور اللي بتطلعه الايه التربين ديت اللي هو 50 كيلو وات. بيقول لي احسب الباور عند نفس التربينة بس لو الفيلوسيتي بقت 8، غيرنا الفيلوسيتي من 5 ل 8. طيب واحدة واحدة كده، أنا عندي بيقول لي مديني إيه، مديني الفلوستي الأولى بخمسة اللي بتطلع لي الورك بخمسين كيلو وات، عايز الورك عند الفلوستي لما تبقى 8 متر على الثانية. ما أنا لو عندي حطيت قانون بالشكل ده اللي هو الورك واحد بيساوي نص رو إيه في واحد تكعيب، طبعا الرو والإيه ثابتين لأن أنا ما غيرتش التربينة ولا غيرت حاجة في الهواء، هو الفلوستي بتغير بس. يبقى ورك اتنين بيساوي نص رو إيه في اتنين سكوير في اتنين تكعيب. قسمت ده على ده هلاقي إن الورك واحد على ورك اتنين بيساوي في واحد على في اتنين كل تكعيب. معايا كل الداتا ديت، ابدا احسب الايه الورك دوت 2 هتطلع ب 204 كيلو وات بالشكل ده اهوت. ده كده حلها في شيت الاكسل، هنبص عليها. مديني الفيلوسيتي الاولى ومديني الورك اللي طلعته، قال لي لو غيرت الفيلوسيتي ديت من 5 ل 8 الورك هيطلع ايه. هنبدا نحسبها بالقانون ده، نقسم القانونين على بعض هلاقي ان في علاقه بين ال هلاقي ان في علاقه بين الورك والفيلوسيتي، ان الورك دوت واحد على الورك دوت اتنين بيساوي في واحد على في اتنين كل تكعيب، ومن هنا اجيب الورك دوت اتنين. اكزامبل 4 بيقول لي wind is blowing through a turbine at a velocity of 7 متر على الثانية. The turbine blade diameter is 25 متر and the density of air 1.15 determines the power potential of the turbine. تمام، اكزامبل رقم 4 بيقول لي ان ايه الفيلوسيتي بسبعة والديامتر بخمسة وعشرين متر والرو بواحد وخمستاشر من مية. تمام، عايز يحسب ال دبليو دوت او الورك. احنا عارفين ان هي نص رو اي في تكعيب، ده القانون بتاعها. هنشيل الاي ونحطها باي على الاربعة دي سكوير، يعني ده شكل تاني للقانون. ممكن بعد ما تشيل الاريا اللي فوق ديت وتحطها باي على الاربعة، تضرب باي على الاربعة في نص تبقى باي على التمانية، يبقى باي على التمانية رو دي سكوير في الفي تكعيب. معايا الفيلوسيتي ومعايا الديامتر ومعايا الرو، تعويض مباشر جدا تطلع معايا 96 كيلو وات. دي الاكزامبل رقم 4، معايا الديامتر معايا الفلوستي معايا الرو، كل اللي هحسبه الاريا باي على الاربعة دي سكوير، وابدأ اضرب الكلام ده كله في بعضه نص رو اي في تكعيب يطلع لي الورك دوت افيلابل. ودي اكزامبل رقم 4. نخش على اكزامبل رقم 5، بيقول لي wind is blowing through a turbine at a velocity 9 متر على الثانية. يبقى ده الفيلوسيتي في. the turbine blade diameter is 35 متر، ده الديامتر. the air is at 95 كيلو باسكال و20 درجة سيلسيوس، دي البريشر والتمبريتشر اللي نحسب منهم الدينستي. خلاص بقى خد عرفنا بقى ازاي نحسب الدينستي. بيقول لي if the power output from the turbine is 115، ده الايه الباور اوتبوت. لو فاكرين الباور اوتبوت اللي هو البي البي اوتبوت او الورك دوت الكتريكال، الحاجه اللي انا خدتها اللي هو الكهرباء، الورك دوت الكتريكال. يبقى ده الورك دوت الكتريكال. بيقول لي احسب الافشنسي بتاعت التربن. نفتكر الافشنسي كانت قانونها ايه، الورك دوت الكتريكال على الورك دوت افيلابل، الورك دوت الكتريكال على نص رو اي في تكعيب. طيب هو مديني ايه، مديني الفيلوسيتي والديامتر والبريشر والتمبريتشر والورك الكتريكال. خلاص يبقى انا معايا الورك الكتريكال ومعايا الفيلوسيتي، فاضل اجيب الاريا والدنستي. الاريا من خلال الديامتر، الاريا هتساوي على 4 دي سكوير، حسبت الاريا. تمام، بالنسبه للدنستي من القانون بتاعنا اللي بيبقى فيه علاقه بينه وبين بين البريشر والتمبريتشر، اطلع الدنستي. بعد ما اجيب الاريا والدنستي اعوض في القانون بتاع الايتا، اطلع الايتا تطلع معايا ب 29%. ودي كده المساله رقم 5، وده شكلها اهوت في شيت الاكسل. معايا الديامتر والفيلوسيتي والتي والبي والورك الكتريكال جيفن، ابدا احسب الاريا والرو
وانا حسبت الورك افيلابل هنا يعني كتسريع للحل، بحيث ان انا اقول ان الايتا بتساوي الورك الالكتريكال على الورك ايه افيلابل، اقسم ده على ده يطلع لي على طول طبعا ده على ده عشان نقسم الكيلوات على الكيلوات، ده على ده يطلع لي طبعا على طول ب 29%. تمام، نخش على المسألة رقم 6. المسألة رقم 6 بيقول لي the measurements over an entire week period، يعني هو عمل حسابات لمدة أسبوع. نخلي بالنا من over an entire week period دي، بيقول لي ايه بقى بعد ما عمل حسابات لمدة أسبوع. indicates that a wind turbine with a blade diameter، يبقى الدايمتر ب 40 متر، has produced 11,000 كيلو وات اور. بتطلع 11,000 كيلو وات اور of electricity if the overall efficiency of the wind turbine is estimated to be 28%. يبقى مديني الايتا ب 28%. determine the average wind velocity، عايز ال velocity during this period، خلال الفترة دي اللي هي الأسبوع. وبيقول لي خد الدنسيتي 1.16 على طول. حلو، يبقى اداني الدنسيتي مش هحسبها. طيب نيجي على مسألة 6. هو مديني الجيفن ايه؟ مديني الدايمتر ب 40 متر، ومديني الورك اوت الكتريكال ب 11,000 كيلو وات اور اوفر ا ويك، ومديني الايتا اوفر اول ب 28%، والدنسيتي ب 1.16. طيب وهو عايز ايه؟ عايز الفيلوسيتي. لو نفتكر الورك الكتريكال اللي كان بيبقى عندي كان قانونه ايه؟ نص رو اي في تكعيف في الايتا اوفر اول. تمام كده معايا الورك الكتريكال اللي هو 11,000، بس ده المفروض ان وحدته تبقى بالوات بس مش كيلو وات اور. يبقى انا هحوله من الكيلو وات للوات، اضرب في 1000. طب اشيل الاور دي ازاي؟ اقسمه على المدة اللي هو خد. هو خد مدة قد ايه؟ اويك. يبقى يتقسم على اسبوع، 7 ايام في 24. كده انا حولته من كيلو وات اور لوات، عشان الوحدات تبقى متناسقة مع القانون كله. نكمل النص الرو عندي مديها لي معطى، الاريا هتبقى واقع على 4 دي سكوير، الفلوسيتي اللي انا محتاجها، والايتا ديت 28%. بعد التعويض اطلع الفلوسيتي ب 6.8 بالشكل ده اهوت في شيت الاكسل. دي مسألة رقم 6 اهيت، مديني الدايمتر والورك الكتريكال، وقال لي خلي بالك ان هي اوفر انتاير ا ويك، 7 ايام اليوم في 24 ساعة. نخلي بالنا عشان لما اجي احول من الكيلو وات اور للوات عشان نماتش الايكويشن في الوحدات. بعد ما نحول ده كله ونعوض في المعادلة نجيب الفلوستة تطلع ب 6.8. دي كانت مسألة رقم 6. مسألة 7 بقى بتقول لي ايه؟ بيقول لي على 30 متر ديامتر ويند تيربن از بليسد وين 50 متر تاور. يبقى انا عندي الديامتر ب 30 متر وارتفاع التاور الاتش ب 50 متر. طيب وبيقول لي ان الباور لو كوفيشنت الان ب 2، عايز نحسب ايه بقى؟ find the ratio of the available power in the wind turbine at highest point the rotor reaches to that at its lowest point. عايز نحسب النسبة بين ال available power في أعلى نقطة وأقل نقطة. طيب لو احنا فاكرين كده القانون اللي احنا كنا قلناه اللي هو ده اللي هو V2 على V1 بيساوي H2 على H1 الكل SN. من القانون ده انا معايا ايه هي الاتش 2 وايه هي الاتش 1. هو عايز يحسب النسبه بين الباور عند اعلى نقطه والباور عند اقل نقطه. طب هي ايه هي اعلى نقطه وايه هي اقل نقطه؟ احنا لو افترضنا ان انا عندي التاور طوله 50 متر، اكنك انت مثلا جايب عصايه كده او حاجه ارتفاعها 50 متر ومركب فيها بليد بتلف في شكل دايره قطرها 30 متر، يبقى اعلى نقطه هتجيب بقى ايه؟ هيبقى تبقى هي ارتفاع التاور زائد نص القطر، وأقل نقطة هتجيبها يبقى ارتفاع التاور ناقص نص القطر. تمام، يبقى أنا المفروض إن أنا أول الهايست بوينت عندي أهي، الهايست بوينت تبقى ارتفاع التاور زائد نص قطر الدايرة اللي هو بتلف فيها البليد ده، يبقى 50 زائد 15، وأقل نقطة هو ارتفاع التاور ناقص نص قطر الدايرة اللي إيه اللي بتلف فيها البليد. يبقى أنا جبت خلاص كده الاتش 2 ب 65 والاتش 1 ب 35. من العلاقه بقى بتاعتي اللي احنا قلناها اللي هي الفي 2 على في 1 بتساوي اتش 2 على اتش 1 كله اس ان، ابدا اجيب علاقه بين في 2 على في 1 بالشكل ده. انا جبت اتش 1 اللي هي اللوست بوينت واتش 2 اللي هي الهايست بوينت، ابدا اجيب بقى الايه الويند سبيد ريشيو الفي 2 على في 1. بعد ما جبت الفي 2 على في 1، لو انتوا فاكرين المساله احنا كنا حلناها رقم 3 كان في علاقه بين الفي على الفي والدبليو على الدبليو، ان انا لو جبت القانون ده وقسمتهم على بعض اقدر اجيب اقول ان ال W1 دوت على ال W.2 بيساوي ال V1 على V2 كله اس 3، وكذلك العكس. انا معايا هنا في المسألة اللي احنا كنا بنحلها ديت ال V2 على ال V1،
يبقى انا اقدر اقول ان ال دبليو دوت 2 على ال دبليو دوت 1 بتساوي ال في 2 على ال في 1 لكل تكعيب. اكعب الرقم ده هيطلع لي الريشيو اللي هو عايز، الريشيو اوف ذا افيلابل باور. ودي كده المسألة رقم 7. نخش على المسألة رقم 8. بتقول ايه المسألة رقم 8؟ بيقول لي 40 متر ديامتر 3 بليدد ويند تيربن. لو نفتكر اول حاجة قلتها في السكشن خالص، 3 بليدد ده اللي هو هيبقى ايه؟ هوريزونتال اكسس ويند تيربن، تمام؟ طيب بيقول لي بريديوس 700 كيلو وات، يبقى ديت الورك ديت الكتريكال، لان ده الاوتبوت. ات ويند سبيد دي الهاب هايت 14 متر، يبقى ديت الفلوستي ب 14 متر، والاير دينستي بواحد على 2.25 كيلو جرام لكل متر تكعيب. عايز نحسب ايه بقى؟ الراشونال سبيد اللي هي الاوميجا. ات تيب سبيد، مديني التيب سبيد ريشيو اللي هي تي اس ار بنص. طيب واحده واحده كده بقى، هو مديني ايه؟ مديني الديامتر ب 40، ومديني الورك ديت الكتريكال ب 700 كيلو وات، ومديني الفلوستي ب 14، والرو بواحد علامة 2.25، والتيب سبيد ريشيو بايه؟ بخمسة، ولان مديها لي في المطلوب رقم سي ب 1800 ار بي ام. طيب اول حاجة عايز ايه؟ عايز نحسب الراشونال سبيد اللي هي الاوميجا. فهحسبها عن طريق ايه؟ عن طريق التي اس ار اللي هو التيب سبيد ريشيو. احنا عارفين ان التيب سبيد ريشيو قانونها كان بيساوي الاوميجا في الار على الفيلوسيتي. نرجع للقانون اهوت، لحظة واحدة. ادي التيب سبيد ريشيو، التيب سبيد ريشيو قانونها كان بيساوي الاوميجا في الار على الفيلوسيتي. طيب نرجع للمسألة، انا معايا الاوميجا، لا الاوميجا دي اللي انا عايزها اصلا، معايا الار، معايا الار نص القطر، معايا الفيلوسيتي، معايا الفيلوسيتي، ومعايا التيب سبيد ريشيو. يبقى من علاقة التيب سبيد ريشيو بتساوي الاوميجا في ال ار على ال velocity، معايا ده كله ما عدا الاوميجا. احسب الاوميجا، هتطلع الاوميجا ب 3.5 راد بير سكند. عايز احولها للمينت، اضرب في 60 تطلع ب 210 راد بير مينت. كده انا جبت اول مطلوب هو كان عايزه مني الاوميجا. طيب نشوف تاني مطلوب كان عايزه ايه. بيقول لي احسب لي التيب سبيد. طب التيب سبيد دي كان قانونها ايه؟ الاوميجا في ار، اللي هو كان الباست اصلا. ال velocity بتاع التيب سبيد بتساوي الاوميجا في ار، تمام. يبقى انا لو عايز احسب التيب سبيد اللي هي الفلوسيتي بتاعت التيب سبيد دي، هضرب الاوميجا اللي هي 3.5 ثانية، 3.5 راد بير سكند ديت في نص قطر اللي هو 20، هتطلع لي ب 70 متر على الثانية. وكده يبقى انا جبت ايه تاني مطلوب عندي. طيب بعد كده عايز ايه؟ بيقول لي اف ذا جنريتور تيرنز ات 1800 ار بي ام. خلاص حطينا ان جنريتور ب 1800 ار بي ام، وات جير ريشيو از نيدد تو ماتش ذا روتور سبيد تو ذا جنريتور سبيد. يبقى عايز الريشيو بين الروتور سبيد، بين الجنريتور سبيد على الروتور سبيد. يعني بقول لك الريشيو نيدد تو ماتش ذا روتور سبيد تو ذا جنريتور سبيد، يبقى هو عايز الجنريتور سبيد على الروتور سبيد، تمام كده. يبقى هو اللي هو الجير ريشيو اللي هو عايزها ديت اللي هنا اهيت، تبقى ان جنريتور على الان روتور. طب الان جنريتور عندي هو مداني اصلا ب 1800، الان روتور ده اجيبها منين؟ مش انا لسه حاسب الاوميجا، وانا عندي قانون بيقول ان الاوميجا بتساوي 2 باي ان على 60. اهي الاوميجا بتساوي 2 باي ان على 60. لو انا عكستها عايز اجيب الان بقى، يبقى الان هتساوي ايه؟ الاوميجا في 60 على 2 باي. اضرب الاوميجا دي في 60 على 2 باي، هيطلع لي الان ب 33.4 ار بي ام. اخد الرقم ده واقسمه على الرقم ده يديني الجير بوكس ريشيو اللي هتطلع ب 53.8. طيب تعالوا نشوف المطلوب رقم دي. بيقول لي وات از ذا افشنسي اوف ويند تيربن سيستم انكلودنج بليد ترانسميشن شافتس اند جنريتور under this condition. تمام، احنا عندنا القانون بتاع الافشنسي او الباور. عموما الباور بتساوي النص رو في الاريا في السي بي في الايتا في الفيتا كي. طيب انا عندي الباور، عندي الورك الكتريكال اهو ب 700 كيلو وات، معايا الرو جيفن، الاريا اللي هي باي ار تربيع معايا دي طبعا، خلاص احسب الاريا عادي ماشي. السي بي مش معايا، الايتا دي اللي انا عايز احسبها، الفيتا كعيب اللي هي جيفن عندي 14 دي. يبقى انا عايز احسب الايتا، يبقى فاضل عندي السي بي. ما دام مفيش معلومات عندي على السي بي، انا هفرض اللي هو الايه البيست بوينت اللي هو البيتز ليميت عموما، يعني اللي اسمه البيتز لوم البيتز ليميت. فدام مفيش عندي معلومات عنه، فانا هفرض ان هو هنقول ان انا اسيوم البيتز ليميت، يبقى السي بي بتساوي 16 على 27. اعوض عن الكلام ده كله هطلع الايتا ب 56 من 100. ده كده بالنسبه لاخر مطلوب في مساله رقم 8. نخش على مساله رقم 9. بيقول ايه في مساله رقم 9؟ we wanted to set up wind turbine in an isolated area. The nearest house is 10 متر هاي. What is the minimum distance that the turbine can be installed without being affected
باي ذا هاوس، وات از ذا مينيمم هايت اوف ذا تيربن روتور فروم ذا ايرث. دي حاجة برضو يعتبر نظري اصلا. لو جبنا مسألة رقم 9، دي موجودة عندكم في المحاضرة، ولكن recommended turbine exclusion zone. بيقول لك انت مثلا لو انت عندك بيت زي كده هيأثر على الريح اللي جاية التيربن. التيربن تتحط يعني ايه المسافة اللي تتحط عليها، المسافة من البيت اللي تتحط عليها بتكون مناسبة بحيث ان الريح اللي جاية ما تأثرش على التيربينة وتاخد منها البار كويس، وفي نفس الوقت تبقى هي الارتفاع بتاعها قد ايه. فانت عندك الكونديشن المظبوطة ان الديستانس المينيمم ديستانس من البيت تطلع 20 اتش، والمينيمم هايت من البيت 2 اتش. يعني تشوف الارتفاع بتاع البيت ده قد ايه، هيبقى اتش، نفترض ان هو اتش يعني، يبقى التربان تتحط على بعد 20 اتش وارتفاعها هيبقى 2 اتش. ده اقل، على الاقل حاجة تستخدمها في الايه كارتفاع او بعد مسافة عن البيت ده، تمام. فاحنا لو جينا نبص بقى كده على حل المسألة هنقول له ان المينيمم ديستانس احنا عارفين اصلا ان هي 20 اتش، فاضرب 20 في الاتش اللي هو 10 اللي مديهالي، والمينيمم هايت اللي هو عارفين ان هو 2 اتش هضرب 2 في 10 اللي هو مديهالي. كده انا جبت المينيمم ديستانس عن الهاوس والمينيمم هايت عن الايه عن الهاوس. ودي كانت المسألة رقم 9. مسألة رقم 10 بيقول لي based on average speed data only estimate the annual energy. estimate the annual energy عايز يحسب الانرجي السنوي ماشي برودكشن فروم ا هوريزونتال اكسس ويند تيربن ويز 12 متر دايامتر اوبريتنج ان ا ويند تيربن ريجيمي ويز ان افريج ويند سبيد 8 متر على الثانيه. اسيوم ذات ذا ويند تيربن از اوبريتنج اندر ستاندرد اتموسفيريك كونديشن، ومديني الرو 1.225 كيلو جرام على متر تكعيب. اسيوم ذا تيربن افشنسي 4 من 10. طيب الجيفن اللي مداني ايه بقى، بيقول لي قال لي ان الدي ب 12 متر، الفلوسيتي ب 8 متر على الثانيه، الرو ب 1.225، السي بي بكام؟ ب 4 من 10، تمام كده. طيب هو عايز نحسب ايه بقى، بيقول لي احسب لي الانيوال انرجي برودكشن. يعني هو عايز نحسب ال عايز نحسب الورك افيلابل بس خلال سنه. فانا عندي الورك افيلابل القانون بتاعه ايه، نص رو اي في تكعيب اللي هو الطبيعي بتاعي. فانا احسب الاريا ومنها احسب الايه الورك افيلابل. الورك افيلابل هو نص رو اي في تكعيب، فاضرب نص في الايه في الرو في الفي تكعيب، هيطلع لي بالشكل ده اللي هو 35.46 كيلو وات. لكن هو مش عايز الورك الافيلابل العادي، لا ده عايزه انيوال سنوي. طيب عشان نحوله لسنوي نضربه في ايه، نضربه في عدد ايام السنه 365 يوم، واليوم في 24 ساعه، يبقى نضرب الرقم ده في 365 في 24 هيطلع بيه الرقم ده كيلو وات اور، اللي هو 124.27 ميجا وات اور، تمام. يعني مسألة عادية خالص هتحسب ورك افيلابل بس هتضربه في عدد ايام السنة عشان تحسب الانوال برودكشن بتاعك. دي كده المسألة رقم 10. نخش على المسألة رقم 11. بيقول لي فور ا ويند تيربن ويز ا دايامتر اوف 22 متر اند ويند فيلوسيتي 55 كيلو متر على الساعة. يبقى كده هو مديني الدايامتر ب 22 والفيلوسيتي 55 كيلو متر على الساعة، حولها للمتر على الثانية ب 15.27. بيقول لي obtain the power generated if the wind turbine is a 3 bladed type and located at sea level. تمام، يبقى كده هو عايز الايه الورك الباور، يعني الباور اللي هنطلعه من التربينه دي. طيب هو بيقول لك located at sea level، located at sea level دي معناها ان اللي انت هتقسم الكفاءه الدنسيتي ب 1.225، ما دي الدنسيتي عند السي ليفل. فما دام قالك السي ليفل، وطبعا هو اصلا ما ادكش معلومات لا بي ولا تي عشان تحسب منها الرو، فانت هتقسمها بالرقم اللي احنا متفقين عليه اللي هو ايه 1.225 كيلو جرام على متر تكعيب. ابدا بقى احسب، ما هي مساله عاديه جدا شبه مساله رقم 2 او 3. ابدا احسب ورك افيلابل اللي هو نص رو اي في تكعيب معايا الايه، احسبها اللي هي باي على 4 دي سكوير. هو قالك الناس اللي بليدت يعني هي هوريزونتال، فطبعا تبقى باي على 4 دي سكوير. ابدا احسب الاريا واضرب نص رو اي في تكعيب، يطلع لي الورك بتاعي 330 كيلو وات. دي كده المساله رقم 11. نخش على المسألة رقم 12 بقى. بيقول لي a 3 بليد هوريزونتال اكسس من تيربن وذ ا فيبر كلاس بليد دنسيتي 1150. يبقى دي الرو بتاعت البليد، تمام كده. نفرق بقى المسائل دي رو البليد، وبيقول لي البليد لينس دي ال بليد ب 30 متر، والبليد ويدث الدبليو بليد ب 40 سنتيمتر، والثيكنس بتاع البليد برضو اللي هو هتبقى التي بليد ب 5 سنتيمتر، والامبنت تمبريتشر 32 درجه سيليزيه، والويند فيلوسيتي 8 متر على الثانيه. عايز يحسب ايه بقى، عايز يحسب الجنريتد
الجنريتد باور. طيب واحدة واحدة كده، احنا كتبنا الجيفنز بتاعتنا اهيت، دي الجيفنز كده اللي هو مديهالي. هو عايز يحسب الباور، الجنريتد باور. انا عندي الجنريتد باور، الجنريتد باور اهيت ده القانون بتاعها، نص رو اي في تكعيف في الايتا ورك تيربن او الايتا ويند تيربن. انا معايا النص ومعايا الرو ومعايا الاي ومعايا الفي، تمام. طب انا دلوقتي اللي مش معايا ايه، اللي مش معايا الايتا تيرب الايتا ورك الايتا ويند تيربن، فنجيبها ازاي؟ هنبدا بقى نجيب الايتا ورك تيربن الاول. طيب واحده واحده بقى، مش نحسب الاول الرو والاي. انا عندي الرو احنا قلنا هو مديني ايه، مديني تمبريتشر، صح كده؟ يبقى انا هحسبها عن طريق العلاقه اللي هي البي على الار في التي. طب انا معيش البي، في حاله ان هو ما ادكش البي بتفرده ب 101 كيلو باسكال. يعني لو ما ادكش البي، المساله جايه كرقم 12 اهي، انا اسيوم البي ب 101 كيلو باسكال لو ما ادانيش. يعني هو اداني التمبريتشر وما ادانيش البريشر، فانا اسيومه ب 101 كيلو باسكال، ومنها نحسب الرو، تمام. يبقى انا عن طريق الرو بتساوي البي على الار في التي، ابدا احسب الايه الرو والاريا. الاريا احنا عارفينها اللي هي على ايه، اللي هي الايه، اللي هي الباي ار تربيع، او الباي على الاربعة، الباي على الاربعة دي سكوير. يعني هي عشان هوريزونتال هوريزونتال اكسس وين تربن، فده الطبيعي بتاعنا اللي هو الباي على الاربعة دي سكوير او الباي ار سكوير. طب هو فين الار؟ الار هو ال بليد، اللينس بتاع البليد، طول الريشة الواحدة ده بيبقى نص قطر الدايرة اللي بتلف. فال بليد ده هو الار بتاعة الروتور. فانا لو خدت ال بليد ده قلت بقى ان هي الار بتاع الروتور، يبقى انا عند الباي ار تربيع دي الاريا بتاعت. عشان الناس اللي ممكن تقول هو فين الديامتر، مش من دول، او مديك النص قطر اللي هو الايه، اللي هو البليد لينس، تمام. يبقى انا كده خلاص حسبت الرو وحسبت الاريا، ماشي. عايز اجيب بقى الايتا. يبقى انا كل مشكلتي ان انا دلوقتي معايا الفيلوسيتي ومعايا الرو ومعايا الاريا، فاضل ان انا اجيب الايتا ورك تيربن او الايه الايتا ويند تيربن. طيب من فاكرين القانون اللي هو ده، اللي هو الايتا ويند تيربن في نص رو اي في تكعيب بيساوي نص اي شافت اوميجا تكعيب، ده اللي احنا هنحسب منه الايتا تيربن، تمام كده. طيب انا دلوقتي هنشوف ايه المعطيات اللي عندي وايه اللي مش عندي. انا عندي الرو والاي والفي، ماشي. ما عنديش الاي شافت. لو انتوا فاكرين قانون الاي شافت كان بيساوي ان بي في الرو بي في ال بي في الدبليو بي في التي بي في ال بي تربيع على التلاتة. ايه هي الان بي دي بقى؟ اللي هي النمبر اوف بليدز. فاكرين القانون ولا لا؟ القانون اهوت اهي، النمبر اوف بليدز. انا قلت لكم لو اداني مثلا قال لي 3 بليدد ويند تيربن، يبقى الان بكام؟ الان بتلاتة. طيب والال بي اللي هي اللينس بتاع البليد، والروبي اللي هي الدنست بتاع البليد، الويدث بتاع البليد، الستكنس بتاع البليد، معايا المعلومات دي كلها، اعوض اجيب الاي شافت. يبقى خلاص الاي شافت اللي كان مشكله عندي ما بقاش في مشكله، ما بقى موجود عادي. فاضل لي ايه؟ فاضل لي الاوميجا. هلاقي ان انا دلوقتي عندي الاوميجا مش معلومه والايتا دبليو مش معلومه، فكده انا عندي معادله واحده في مجهولين. فهنعمل ايه؟ هنفرض واحده فيهم، هنفرض الايتا، هنفرض ان الايتا مثلا باربعة من عشر، تمام، باعتبار ان ال الماكسيمم افيشنس طبعا لما احنا كنا بنجيب البيتس ليميت كانت بتبقى ايه 56%، فانت افرض رقم في النص كده 4 من 10، 35%، 45%، افرض رقم في الرينج ده. فاحنا هنفرض ان الايتا باربعة من عشر، ومنها هنجيب الايه الاوميجا. الاوميجا طلعت من عن طريق المعادله ديت بواحد علامه 0.245 راد بير سكند. طب انا بقى عايز اتاكد ان الايتا اللي انا جبتها صح. اشتغل بقى بقانون التيب سبيد ريشيو بتاعي، احسب التيب سبيد ريشيو اللي هي الاوميجا ار على الفيلوسيتي. الاوميجا جبناها عن طريق الايتا اللي احنا فرضناها، فاحنا بنتامن نتشيك الكلام بتاعنا اللي احنا كتبناه ده صح ولا في ايرور. فهنعوض بالاوميجا اللي احنا جبناها، ومعايا الار، قلنا الار خلاص بقى اللي هي الايه، اللي هي ال بليد، اللينس بتاع البليد، على الفيلوسيتي اللي عندي. ابدا احسب التيب سبيد ريشيو، طلع بكام؟ ب 3.84 من 100. 3.84 من 100 لو انا دخلت الكورليشنز بتاعتي، الكورليشنز بتاعتي هلاقي ان هي في الرينج ده، 3.84 من 100 هي في الرينج ده. طبعا هي مودرن 3 بليد وين تربن في الرينج ده. يبقى انا هعوض في المعادله دي، اخد المعادله ديت واعوض فيها بالايتا، هلاقي ان الايتا طلعت بكام؟ ب 42 من 100. لو طرحتها من الايتا اللي فوق، هلاقي ان في ايرور عندي 24 من 1000. لو انت شايف ان الايرور ده اكسبتد، خلاص خد القيمه اللي طلعت لك واعتبر دي النهائيه. بس احنا هنعمل ايتريشن كمان بحيث ان احنا ايه نقلل الايرور شويه كمان، هنعمل تو ايتريشنز. فده كان اول ايتريشن بالنسبه لنا، فهنكرره مره تانية عشان نحاول نقلل الايرور على قد ما نقدر بس شويه. فهنفرض بدل ما كنا فارضين بقى الايتا ب 4 من 10، هنفرضها بالرقم اللي احنا لسه جايبينه اللي هو ايه 0.424، ونبدا نطلع الاوميجا الجديده،
ونحسب ال TSR الجديدة هتطلع بكام؟ 3.9، اللي هتبقى واقعة برضه في نفس رينج المعادلة اللي احنا عوضناها فوق. عوض في المعادلة تاني هلاقي ان الايتا الجديدة طلعت لي بكام؟ ب 0.425. لو جيت اطرح الايتا اللي هي 0.425 425 من 0.424، هلاقي ان الايرور قل بشكل كبير قوي قوي معايا، بدل ما كان 2 من 100 بقى 1 من 1000. خلاص ده اكسبتد، ده ايرور مقبول. يبقى انا ابدا اخد القيم دي، يبقى دي القيم النهائيه اللي عندي. يبقى القيم النهائيه اللي عندي ان الايتا 0.425، تمام، وابدا اطلع الاوميجا بتاعتها كمان اللي انا عايز. ابدا بقى اعوض بالايتا في الباور، يبقى انا الباور عندي بتساوي نص رو اي في تكعيب في الايتا، الايتا اللي هي 0.4258. اطلع الباور بكام؟ ب 355.4 كيلو وات. تمام كده ابدا احسب الان على الاوميجا اللي انا طلعتها، هتطلع ب 9.98. دي كانت تقريبا المطلوب التاني. نطلع نبص على المساله تاني، بيقول لي ايه؟ بيقول لي احسب التربن سبيد ان ار بي ام، عايز الان. طيب انا خلاص جبت الاوميجا، انا خلاص جبت الاوميجا، اعوض. يبقى انا كنا عندي قانون ان الاوميجا بتساوي 2 باي ان على 60. خلاص احسب بقى الان، يبقى الان هتساوي 60 في الاوميجا على 2 باي. نبص على شيت الاكسل، اهي اهي، عملت الفيرست اتريشن اهيت، جبت الايتا وحسبت الايرور، لقيته 23 من 1000 او 2 من 100. لا حسيت ان هو لسه محتاج اعمل اتريشن كمان، يفضل تعمل 2 اتريشنز يعني. اما عملت الاتريشن التاني لقيت ان الايرور بتاعي 1 من 1000. خلاص ده اكسبتد. ابدا بقى اخد القيم بتاعتي، يبقى انا خلاص خدت ان الايتا ديت هي دي النهائيه بتاعتي. ماشي، ابدا احسب على اساس الباور. عايز احسب الان بقى 60 في الاوميجا على 2 باي، هضرب 60 في اخر اوميجا انا جبتها على 2 باي، تطلع الان بتاعتي بالار بي ام. طيب المطلوب التالت ايه؟ بيقول لي الجنريتد تورك. لو انتوا فاكرين، مش احنا كنا قلنا التورك بيساوي الباور على الاوميجا من القانون اللي احنا كنا قايلينه؟ قانون اهو، التورك بيساوي الباور على الاوميجا. انا لسه جايب الباور وعندي الاوميجا لسه لسه حاسبينها من السكند اتريشن. انا عندي الاوميجا اهيت، اخر اوميجا جبتها، وعندي الباور. ابدا احسب التورك بقى، يبقى التورك هيساوي الباور على ايه؟ الباور على الاوميجا. التورك هيساوي الباور اللي انا لسه جايبه 355.4 على اوميجا اللي هي 1.0446. اطلع التورك بكيلو نيوتن في المتر، وده كده المطلوب رقم 3، ده التورك اهو. طيب المطلوب رقم 4، عايز نحسب الانيوال انرجي برودكشن. انا حسبت الانرجي برودكشن اللي هو طالع من التربينه بس هو عايز احسب السنوي، زي المساله اللي احنا لسه حليناها، مساله رقم كانت رقم 10 تقريبا، مساله رقم 10. هضرب الجنريتد باور اللي انا حسبتها ديت في الثانوي 365.24، يطلع بالرقم ده كله. دي كده المسألة رقم 12. نخش على المسألة رقم 13، دي حلها بشيت الاكسل اهوت. مسألة رقم 13 بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ذا باور جنريتد فروم اداريس ويند تيربن. يبقى المرة دي داريس مش هوريزونتال اكسس ويند تيربن. بيقول لي الباور جنريتد 791.6 وات ات ان امبيانت تمبريتشر التيب 29 درجة سيليزية. ذا تيربن از اوف ا روتور ديامتر 3.5 متر. يبقى مديني الديامتر 3.5 متر. ديترماين ذا بليد لينس، يبقى هو مديني الدي روتور وعايز ال ال بليد. احنا عارفين ان الاريا بتساوي الدي روتور في ال ال بليد في حالة الفيرتيكال اكسس وين تيربن، يبقى هو محتاج ال ال بليد. بيقول لي مديني ايه ال ان اللي سبيد 155 ار بي ام والفلوست 6.5 متر على الثانية. يبقى انا الجيفنز اللي عندي ان هو قال ان هي فيرتيكال اكسس، يبقى الاريا بتاعتها الدي روتور في ال بليد مديني الباور 790 وات والتمبريتشر 29 درجة سيلزية والدي روتور ب 3.5 متر والان ب 155 ار بي ام والفلوستي ب 6.5 متر على الثانية والرو طبعا الرو احنا هنقسمها من عندنا ب 1.2 × 2.25 لان مش مديني اي معلومات خالص عن الرو. طيب تعالوا نبص بقى على المسألة رقم 13 دي. تمام، دي المسألة رقم 13 اهيت. احنا قلنا ان هو مديني الجيفنز اهوت، هو عايز نحسب له ايه؟ عايز نحسب له ال بليد. يبقى انا محتاج اجيب الاريا. الاريا كانت موجودة في انهي قانون؟ اللي هو الباور. الباور بيساوي الافشنسي، او الباور بيساوي الافشنسي بتاع الويند تيربن في نص رو اي في تكعيب. طيب انا معايا الباور، اه معايا الباور، هو مديني الباور فوق اهو. طيب معايا الرو، قلنا هنفرض الرو لان مفيش اي معلومات عنها، ب 1.225. معايا الاريا، لا ده الاريا اصلا دي انا عايز احسب منها ال ال بليد لان انا عارف ان هي دي روتور في ال ال بليد. طب معايا الفلوستي، او معايا الفلوستي، يبقى فاضل ان انا اجيب الايه؟ الايتا ويند تيربن. اجيب الايتا ويند تيربن ازاي؟
عن طريق برضو زي ما اتقالك 12 اللي فاتت، احسب التي اس ار اللي هي التيب سبيد ريشيو اللي هي بتساوي الاوميجا في الار على الفيلوسيتي، تمام. الاوميجا بتساوي 2 باي ان، تمام، على 60. اما نعوض في الاخر هتطلع ايه؟ باي دي ان على الفي، تمام كده. ابدا اعوض بالمعطيات دي كلها، معايا الباي ومعايا الدايمتر بكام، الدايمتر بتلاتة ونص، ومعايا الان ب 155 ار بي ام، تمام كده. والفلوستي معايا بستة ونص متر على الثانية. طبعا المفروض هنا 2 باي ان على 60 عشان دي ار بي ام، لو كانت ار بي اس كنت هسيبها زي ما هي، لما فاضل هنا 60 يعني نسمع على 60. هتطلع التي اس ار ب 4 علامة 3، يبقى التي اس ار 4 علامة 3، 4.37. ماشي. اروح بقى للكوريليشنز اللي عندي، اشوف الرينج ده واقع في انهي كوريليشن، هل انه واقع في الكوريليشن ده اللي هو بين 2 علامة 95 و5.4 من 10. ابدا اعوض في المعادلة دي اللي هي بتاعت الايتا ورك ويند تيربن، ابدا اعوض في المعادله دي بالتي اس ار، اطلع الايتا ويند تيربن بزيرو علامه 4.316 كده، خلاص يبقى عندي الايتا وعندي كل المعلومات. ابدا اطلع الاريا من المعادله دي، تطلع ب 10.91 من 100 متر مربع، ومنها احسب ال بي اللي هو يطلع ب 3.11 من 100 متر. دي المساله هي اتحلها في الاكسل، حسبنا الاوميجا ومنها حسبنا التي اس ار، وبعد كده يوزنج كورليشنز عشان نحدد التي اس ار ديت في انهي منطقه، جبنا المعادله بتاعت الايتا ويند تيربن وحسبناها، ومنها طلعنا الاريا، ومن الاريا طلعنا ال ال ايه ال ال بليد. مساله رقم 14 بيقول لي كالكوليت ذا اكتشوال باور فور اداريس تيربن ات سي ليفل ات امبيانت تمبريتشر 32 درجه سيليزيه ويز ا روتور دايمتر 5 متر اند روتور لينس 7 متر and running at 166 rpm while the wind velocity 8 متر على الثانية for the same darius turbine calculate the actual power if the if installed at altitude 2000 متر above sea level. طيب هو بيقول ان هي نفس المسألة بس انا حلها مرتين، مرة يعني ايه، مرة استخدم الرو الدنستي عن طريق التمبريتشر والبريشر، ومرة استخدم الرو عن طريق الالتيتيود. ازاي يعني؟ انا اول حاجة عندي هحسب ايه؟ هحسب الرو بتساوي البي على الار في التي، قلنا هو مديني التي ب 32 درجه زلزاليه ومش مديني البي، فالبي بنفرضها 101 كيلو باسكال، تمام. خلينا نبص عليها في الاكسل افضل، اهي دي المساله رقم 14 انا قسمتها اتنين، قسمتها ايه وقسمتها بي. مره هستخدم الرو، مره هستخدم الرو عن طريق البي والتي، ومره هستخدم الرو عن طريق المعادله اللي هي بتاعت ايه الرو نود اللي هي دي اللي هي دي. هو مديني الاتش الالتيتيود، فهتجيب الدينستي عن طريق المعادله دي، ده الفرق بين بين المطلوبين يعني. فاول مطلوب عندي الرو بتساوي البي على الار في التي، خلاص عوضنا وجبنا الايه الرو، والاريا بتساوي الدي روتور في ال بليد عشان دي الداريس، جبنا الاريا، تمام. ابدا احسب الايه التيب سبيد ريشيو، معايا الاوميجا في الار على الفيلوسيتي، تمام. ابدا احسب التيب سبيد ريشيو، بعد ما احسب التيب سبيد ريشيو اشوف من الكوريليشنز هي واقعه في انهي منطقه، واجيب المعادله بتاعتها، تمام كده، وابدا اعوض واجيب الايه الويند تيرب الايتا ويند تيربن، ومن خلالها هجيب الاكتشوال باور اهيت. مديني التمبريتشر الدي روتور ال بليد وال ان والفي واحد، ماشي. فاحنا هنحسب الاريا وهنقسمه البي، ومنها هنجيب الرو، نحسب التي اس ار تيب سبيد ريشيو، من خلال الرقم ده نحدد العلاقه اللي انا هشتغل بيها، واحسب الايتا ويند تيربن، وبالتالي احسب الباور. طيب الفرق هنا ايه بقى؟ لا الفرق هنا هو مديني الالتيتيود، قال لي الالتيتيود عندي 2000 متر، فمن خلال الالتيتيود ده انا هحسب الرو. الرو كنا بنحسبها ازاي؟ رو نود في اكسبوننشال سالب 0.297 اتش على 3048، هعوض في المعادله ديت اطلع الرو بالرقم ده. طيب انا كده جبت الرو، بس انا دلوقتي عندي مشكله، انا عشان احسب الباور القانون بتاعه كان بيساوي الايتا ورك تيربن في نص رو اي في تكعيب. طيب انا دلوقتي عندي الرو خلاص جبتها اهي، والاي معايا، والايتا بنفس الطريقه اللي فاتت هحسب التي اس ار واجيب الايتا، تمام. طيب انا عندي مشكله بقى، ان التي اس ار بتساوي الاوميجا في الار على الفيلوسيتي، انهي فيلوسيتي بقى؟ ما هو الارتفاع اتغير، مش احنا فاكرين انتوا القانون اللي هو بتاع في 2 ده؟
قلت لكم ان في 2 ديت السرعه عند اتش 2، والفي 1 السرعه عند اتش 1. طيب ماشي، ما هي الفي 1 ديت كانت السرعه عند الاتش 1 اللي هو بتاع ال روتور ده، انما دلوقتي عندي الدنيا اتغيرت. دلوقتي انا دلوقتي عندي اتش 2، عندي ارتفاع تاني مختلف، فانا دلوقتي عايز اجيب في 2 عشان احسب منها تي اس ار، وبرضه استخدمها في حسابات الباور كمان. يبقى من خلال القانون اللي انا لسه شايفه ده، اللي هو الفي 2 بيساوي الفي 1 في اتش 2 على اتش 1 كله اس ان، تمام، هبدأ احسب الفي 2. يبقى الفي 2 هتساوي الفي 1 اللي هو 8 في اتش 2 اللي هو 2000 على اتش 1 اللي هو 7 كله اس ان. ان بتساوي ايه بقى؟ عند السي ليفل ان ثابته، يعني ان ليها رقم ثابت بواحد من 10. خلاص كده كده ايه معايا ان بواحد من 10. حسبت منها الفي 2 عن طريق القانون اللي احنا سايلينه، وبالتالي حسبت التي اس ار، ومنها جبت الايتا ورك تربن، وبعد كده حسبت الباور، وجبت كده المطلوبين في المسألة دي. نخش بقى على مسألة رقم 15، بيقول لي فيها ايه؟ تو بليد هوريزونتال روتور ويند تربن وستردلتي اوف 4 من 10. نبدأ بقى نركز في الرموز ده عشان مسألتين مختلفين ما قلناش قوانينهم، او يعني يعتبر حاجات بسيطة يعني مش حاجة كتير. السولوديتي ديت رمزها ايه؟ رمزها سيجما، ماشي، اللي هي دي، تمام. خلينا نبص على الاكسل الافضل. السولوديتي رمزها سيجما ب4 من 10، روتور اسبكت ريشيو ب2، الاسبكت ريشيو ب2، طبعا هو كان قال لي تو بليدد، فان ان بليد ب2 خليها على جنب، اند الكرود لينس اللي هو السي ب2 من 10 متر، وستستد ان ويند تانل ات 4 في 10 اس 5 رينولدز نمبر، يبقى رينولدز نمبر 4 في 10 اس 5، واللمدة ديت اللي هي بتساوي 3، تيكن ذا كايناميتك، تمام كده، اللي هو ايه بيقول لي اللمدة بتساوي 3، تيكن ذا كايناميتك فيسكوستي اوف اير از 1.46 × 10⁻⁵، ماشي، دي النيو 1.46 × 10⁻⁵، تمام. بيقول لي عايز احسب ايه بقى؟ هو عايز يحسب الروتور راديوس، وعايز يحسب البليد هايت، والراشونال سبيد، والباور كوفيشنت اف ذا ريتد باور از 1 كيلو وات، برضه دي كيفين كده، الريت باور 1 كيلو وات. طيب واحدة واحدة بقى كده، هو عايز يحسب ايه؟ الروتور راديوس، دي القوانين الجديدة اللي انا قلتلك عليها دي معانا. الروتور راديوس عشان احسبها بتساوي السي في الان على السيجما، اللي هو الكرود لينس في النمبر اوف بليدز على على اللي هي السوليديليتي، فهبدأ اضرب ده كله في بعض واطلع الايه الروتور راديوس. طيب عايز البليد هايت، البليد هايت هتساوي الار في الاي ار، ايه الار وايه الاي ار؟ الار الريدياس اللي احنا لسه جايبينها، الروتور ريدياس دي اللي احنا لسه مطلعينها، والاي ار اللي هي الاسبكت ريشيو اللي هي ب2، يبقى 1 في 2 هتطلع ب2، كده جبنا المطلوب التاني. طيب هو بقى عايز هنا ايه؟ الراشونال سبيد، تمام. الراشونال سبيد هنجيبها عن طريق ايه؟ عن طريق الرينولدز نمبر اللي هم ادولي ده. لو انتوا فاكرين من الفلويد والمواد ان انا عندي الرينولدز نمبر كان قانونه ايه؟ رو في 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 ال على ميو، او في ال على نيو، تمام. يعني بعيدا عن الفكه اللي هو فيكه ديت، نقول لكم هو طريقه اسرع يعني واسهل. الرينولدز نمبر زي ما انتوا كلنا زي ما كلنا عارفين بيساوي الفي في ال على النيو، يعني الفيلوسيتي في اللينس على النيو. طيب تعالوا نبص على اخر القانون ده، السي ديت اللي هي ايه؟ مش ده الكرود لينس؟ ده الكرود لينس، يعني ده يعتبر اكنه ال. طيب والاوميجا في الارض دي مش في التيب فيلوسيتي؟ يعني اكن الاوميجا في الارض ديت على بعضها ديت الفيلوسيتي، يعني اكن الباص دلوقتي في في ال وعلى النيو، فالرينولدز نمبر هو زي ما اتغيرش زي ما انتوا عارفينه، الفي في ال على النيو، بس انا فكيت الفي باوميجا في ار، والال ديت اللي انا هي اسمها عندي اسمها الكرود لينس اسمها السي، والنيو زي ما هي. يبقى انا ده القانون بتاعي، الرو بتساوي السي في اوميجا ار على النيو. عندي السي، عندي الار اللي احنا لسه مطلعين نهايه، وعندي النيو، وعندي الرينولدز نمبر، ايه اللي مش عندي؟ الاوميجا. اخد الاوميجا في طرف لوحدها واودي كله الطرف الثاني واحسب الاوميجا، تطلع ب 29.2 راد بير سكند، جبت الاوميجا. بعد كده هو عايز ايه؟ عايز الباور كوفيشنت اف ذا ريتد باور 1 كيلو وات، يبقى هو مديني ريتد باور اللي هو الباور ده ب1 كيلو وات، وعايز الباور كوفيشنت اللي هو السي بي، تمام. انا عندي ان السي بي بيساوي الباور على نص رو في الاي في الفي تكيب. طيب الاي عندي هنا بتساوي ايه؟ 2 ار في الاتش، الاريا هنا 2 ار في الاتش، ده برضو الاختلاف الجديد عندي، ان الاريا هتساوي 2 ار في الاتش. طيب والفي تكيب في حاجة عندي مش موجودة، الفلوست بس هي اللي هحسب. الفلوست احنا لسه قايلين اصلا ان هي بتساوي ايه؟ اوميجا في ار. انا جبت الاوميجا ومعايا الار، هضرب الاوميجا في ار هجيب الفي، خلاص كده الفي معايا، الرو معايا، خلاص قلنا احنا هنقسمها بواحد علامة 2.25، وبقيت المطالب كلها معايا. ابدأ احسب السي بي بالشكل ده كده، حسبنا الريدياس وحسبنا البليد هايت وحسبنا الاوميجا
ومنها جبنا الان اللي احنا عايزينها، و الباور هو مدالي اصلا 1 كيلو وات، والفيلوستي قلنا ان هي اوميجا في ار خلاص حسبناها، ومنها حسبنا الكوفيشنت اوف بيرفورمانس، ودي مسألة رقم 15. مسألة رقم 16 زيها بالظبط، هي اعادة ليها تطبيق عليها تاني. بيقول لي a 3 بليدد داريوس ويندو تيربن، 3 بليدد يبقى ال n بكام؟ ب3. السوليديتي اللي هي السيجما ب3/10، الاسبكت ريشيو اللي هي ار ب4/10، الكرود لينس ب3/10. بيقول لك was tested in wind تيرب ويند تانل 6/10 أس 5 رينولدز نمبر، خلاص ده رينولدز نمبر، واللامدا ب3. تيكن ذا كاينماتيك فيسكوستي اوف اير از 1:40 × 10^5، خلاص خدنا ايه الكاينماتيك فيسكوستي. عايز نفس الحسابات، كالكوليت الروتور راديوس، البليد هايت، الراشنال سبيد، البار كوفيشنت لو الريت بار 1.5. نفس الكلام برضو، احنا قلنا الروتور راديوس من اللي فاتت دي كانت بتساوي ايه؟ السي في ان على السيجما، هروح ضارب السي في الان واقسمها على السيجما، طلعت الراديوس. بعد كده الهايت كان بيساوي الار في الاي ار، الار اللي انا لسه حاسبه هضربه في الاي ار اللي عندي، جبت كده الهايت، جبت كده ايه الهايت. طيب بعد كده احسب الايه الراشنال سبيد اللي هي الاوميجا، نفس الطريقة احنا قلنا رينولدز نمبر هيساوي السي في الاوميجا ار على النيو، وعرفنا جاية منين، هاخد ان الاوميجا في طرف واجيبها، ومنها احسب الايه الان اللي هي الار بي ام، تمام. بعد كده اخر مطلوب عندي ايه البار كوفيشنت اللي هو السي، السي بي هيساوي البي على النص، نفس الكلام السي بي على النص رو ايه في تكعيب، بنفس الطريقة بالظبط. عندي الايه بتساوي 2 ار في الاتش، والفي هنحسبها ازاي؟ اوميجا في ار، اعوض الكلام ده كله اجيب السي بي بالشكل ده كده. دي المسألة الأخيرة اللي هي رقم 16، وبكده الشيت 3 خلص، والمادة بالنسبة لنا خلصت سكاشن ومسائل. أتمنى لكم إن شاء الله أنتوا يعني توفقوا في الامتحان، ولو في أي حاجة كلموني يعني.